إن الناظر بعين بصره، المتأمل بعين بصيرته سيرى. السلام عليكم، تحية لجميع الإخوان بدون استثناء، وعيد مبارك سعيد، وتعودوا تعيدوا وتعودوا بالصحة والهنا وباش ما تمنيتوا. الشكر الجزيل أولا للأمن الوطني اللي صراحة وقف على ساق وقدم من البارح وقبل من البارح وهو واقف معنا حتى اليوم ان شاء الله تكمل الحفل بنجاح. وكنشكروا المجلس البلدي مقاطعة سيدي يوسف بن علي، حتى هما تيستحقوا الشكر الكبير بزاف بزاف. وكنشكروا السلطة المحلية من الباشا ومن القايد، وصراحة حتى هما وقفوا وقفة رجل واحد. والشكر للنساء الجنود الخفاء، راه ما بانوش وما تصوروش معنا وعمرهم ساكن تصور معنا. نوصلوا لهم الشكر للنساء، النساء حتى هما راه وقفوا معنا ونضموا. وكنشكروا جميع الاخوان، والشكر الجزيل للقناه ديال الدار، وكنشكرك بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه جمعويه الى كل الاخوه والاخوات. وتنشكروا جلاله الدار المغربيه في الحق المناسبة ديال المناسبة، هي مناسبة وطنية، عيد الفطر، اللي بحق دات في واحد مستوى عالي جدا. وتحياتي تحياتنا للناس المسؤولين، سواء من السلطة المحلية ورجال الأمن، المجلس المقاطعة، المجلس الجماعي، المجتمع المدني. فالتحية لكل من ساهم في هذا الحفل اللي هو حفل وطني. وفي الحق هذا اليوم دازت واحد تمس بالصوتيات اللي كان فيهم مشكل، الصوتيات كانوا في المستوى. وكنشكروا الناس اللي بيتين صغيرين على الصوتيات اللي هما بيتين في الحق بيتين حتى الصباح من كاش شادنا. والتحيه جمعويه مره اخرى جلاله تاع الدول المغربيه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا جمعيات المجتمع المدني اللي سهرت على تنظيم ديال هذه الحملة اللي هي صلاة تنظيم الصلاة ديال عيد الفطر. وكنشكروا كذلك السلطات المحلية اللي سهرت على رأسهم السيد الباشا والسيد قائد الملحقة الإدارية الوسطى والأمن الوطني والقوات المساعدة. الحقيقة هو أنه كاين هذه المناسبة تاع هذا العيد هذا اليوم كتميز على ديال ذاك العام. علاش؟ لأنه ذاك العام كانوا الصوتيات وراه كان المشكل هذا، والجهد المتواصلة ما بين المجتمع المدني والسلطات المحليه سارت على انه باش يكون في احسن تنظيم. كذلك انه شرفوا على الصوتيات بتواصل مع السيد المشرف على الصوتيات انه يكون في احسن تنظيم، لان قرابه 60,000 ولا 70,000 كما قال السيد قائد الملحقه الاداريه الوسطى انه ما خصوش يتحاشم مع هذوك الناس، يعني خصو يجلس في اجواء مزيانه. مساله اخرى ان الاوقاف حتى هي كانت تجيب واحد السيد كبير شي شويه كبير في السن، يعني السيد القائد سهر على هذه المساله انه باش يكون شاب اللي يقدر يعطي ويكون الصوت حتى هو لان الصوت يزيد. يعني من هذه المناسبه يعني الامور الحمد لله كان داز في اجواء مزيانه، كل شيء كان في المستوى ديالو، لا الصوتيات ولا التنظيم ولا السلطات المحليه، كل شيء كان سهران على انجاح. اشنا هو ان تدوز هذه الصلاه ديال العيد تدوز في احسن الاجواء، وعيد مبارك وسعيد للجميع. السلام عليكم ورحمه الله الاخوه الاخوات الاعزاء، اسعد الله صباحكم، تحيه صباحيه، عيدكم مبارك سعيد جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. الشكر الجزيل للمجتمع المدني اللي سهر على هذا التنظيم ديال 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 صلاة العيد صلاة الفطر. والشكر ايضا لمجلس مقاطعة سي سمح لي، والشكر للسلطة المحلية، والشكر للأمن الوطني، وشكرا جزيلا للإخوان. الحمد لله هذا العام تمت العملية ديال الصوتيات اللي هي صلاة العيد بنجاح، وهذا تيفرح لان كان عندنا المشاكل ديالنا اللي كانوا هما ديال الصوتيات، كل شيء كنت تكون مزيان الا الصوتيات. هذا العام الحمد لله حمدنا الله وشكرناه، الصوتيات كانوا في المستوى رائع رائع رائع. وتحياتي لكم وتحيه جمعويه للمجتمع المدني، وكنا جنود مجنده تحت وراء صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله تحت شعار الله الوطن الملك. والعاقبه للمتقين. واحذروا جميعا، احذروا العصيان.